من بورت سودان ينضم إلينا مراسل عربي أحمد ضو البيت. أحمد، ما الذي دفع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني للإدلاء بهذه التصريحات حول ضرورة توحد الجماعات المسلحة تحت إمرة الجيش؟ نعم ريما، كل عام وأنتم بخير. هذه التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار هي تصريحات قديمة متجددة. الحركة الشعبية واحدة من الأطراف التي وقعت على اتفاقية السلام، وبموجب اتفاق السلام وكذلك الترتيبات الأمنية يجب أن تدمج قوات الحركات المسلحة في القوات المسلحة السودانية، ولكن حرب 15 من أبريل هي التي أجلت هذه الخطوة في دمج هذه القوات. الآن مع الحرب التي تدور في السودان هنالك مواقف مختلفة للحركات المسلحة، ولكن حركة مالك عقار بالتحديد هي من الحركات التي أدمجت قواتها في القوات المسلحة، وبالتالي هذا التصريح الذي صدر من مالك عقار هو بمثابة أمر جديد للقوات، قوات الحركة الشعبية بالعمل تحت قيادة القوات المسلحة السودانية. كذلك هنالك حركات أخرى هي الآن وفق الترتيبات الأمنية تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، مثل حركة جيش تحرير السودان بقيادة ميني أركومي النووي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم. هذه الحركات التي كانت اتخذت موقف الحياد الآن هي انخرطت مع القوات المسلحة. كذلك في هذا الجانب التحديد هنالك حديث أيضا سابق لشمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة أن الحركات المسلحة يجب أن تعمل تحت إمرة القوات المسلحة. كذلك حاكم إقليم دارفور ميني أركومي النووي أيضا في واحدة من التصريحات أشار إلى أن قوات الحركات المسلحة تعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأن الحرب هذه هي حرب وطن وليس حرب للحركات المسلحة في قضايا تخص الحركات المسلحة. بالإشارة إلى هذا الحديث هنالك تهديد مباشر من قوات الدعم السريع، هنالك شكاوى وردت من شرق سنار بالتحديد من المواطنين أن هنالك حشود ضخمة لقوات الدعم السريع تحديدا بالقرب من قرية والدوبة وهي القرى الشرقية لمدينة سنار، هنالك تتحرك وتنتشر قوات الدعم السريع، يطالبون القوات المسلحة بضرورة تعزيز القوة الموجودة هنالك حتى لا تتحرك هذه القوات وتعمل على إسقاط مدينة سنار من ناحيتها الشرقية. كذلك حشود أخرى لقوات الدعم السريع في منطقة ودعشانة شرق مدينة أم روابة، وهذه هي المنطقة أيضا التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع، ولكن القوات المسلحة موجودة في منطقة تندلتي بالتحديد، وهي منطقة أيضا قريبة جدا من منطقة أم روابة. التطورات الميدانية الأخرى كذلك هنالك قصف مدفعي من قوات الدعم السريع لمنطقة الجرف شرق بحسب إفادات المواطنين أن هنالك مناسبة اجتماعية بالأمس ليلة الأمس قوات الدعم السريع قامت بقصف هذه المنطقة ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 مواطن سوداني في هذه المناسبة الاجتماعية، وطالبت قوات الدعم السريع من المواطنين في تلك المنطقة بإخلاء هذه المنطقة لأنها أصبحت واحدة من المناطق التي في الأيام القادمة ستصبح نعم ريما. شكرا جزيلا لك أحمد ضو البيت من بورت سودان.